أهلا بكم مجددا بعد مدة طويلة. في هذا الفيديو سنتدرب على فيم وسنكمل تدريباتنا الدورية على فيم. طبعا هذا الآن أنا مشغلة الـ Virtual Box Debian 10 وسأستخدم فيم بداخله. لا يوجد جوي، لا يوجد Graphical User Interface، لا يوجد شكل، يعني فقط هذه الشاشة. وأعتقد فيم ليس لم نقم ب يعني القيام بتحريره هنا أو تخصيصه، فلنرى. فإذا سأرى إذا كان هنالك فيم ار سي هنا، وهو الملف الذي نضع فيه إعدادات فيم. فإذا لا يوجد فيم ار سي، فهنا فيم مجرد تم تثبيته ولا يوجد فيه أي إعدادات على الإطلاق. فإذا فيم مثلا إذا قمت بكتابة هنا فيم، فالفيرجن ها هي، فإذا فيم جيد جدا. سأقوم بإغلاقه، تم إغلاقه. جيد، الآن سأقوم بإنشاء مجلد سأسميه Vim Tutorial، وسأذهب إليه Vim Tutorial. جيد، وسأقوم بإنشاء ملف هنا اسمه Vim File 1.txt. أنا الآن بالنورمال مود، سأقوم بنقر على I للدخول Insert Mode. نسيت تشغيل اللوحة التي تضع لكم ماذا أكتب، لكن سأقول لكم. أنا قمت بنقر على Small I لأدخل الإنسيرت مود، ولاحظ ظهر لي الإنسيرت مود هنا في الأسفل كلمة Insert. فسأكتب This is a new file، وإذا أردت أن أقوم بتكرار هذه الجملة أو نسقها وتكرارها 10 مرات، بإمكانني أن أكتب YY. أنا الآن أكتب أو سأقوم بنقر على YY، يعني يانك، يعني نسخ السطر، وثم سأقوم بكتابة 10 هي يعني paste. فتم نسخ السطر 10 مرات. الآن إذا أردت عرض الأرقام، فسأكتب أرقام الأسطر set number، فإذا هي أمامنا. مثلا لو أردت مثلا أنا، دعوني أقوم بمسحها كلها، فسأقوم بالذهاب جي للأعلى ثم دي ثم كابيتال جي لمسحها كلها. فأنا مسحت كل الملف بطريقة سهلة جدا. فحتى لو كان لدي مثلا this is file مثلا 0 مثلا، ونقوم ب yy ليانك، وثم سأقوم بنسخها مثلا 1000 مرة، 1000 هي، فإذا لاحظوا الآن جي جي، عفوا كابيتال جي ذهب الأسفل. فلاحظوا الآن لدي ملفه 1100 سطر. إذا ذهبت إلى جي جي للأعلى، جي جي للأعلى، فيمكنني الآن أن أقوم بحذف كل هذا الملف بالنقر على دي كابيتال جي. فإذا تم مسح هذا الملف كله ب يعني بنقرتين. الآن إذا أردت مثلا أكتب، دعوني أكرر this is file 0، جيد، وأريد مثلا أن أنسخه مثلا 20 مرة، ف yy ليانك وثم 20 في بهذا الشكل، فتم النسخ. لكن أنا الآن أريد أن هذه الزيرو تصبح 1 وثم 2، يعني أن يصبح this is file 0 ثم this is file 1 ثم this is file 2 this is file 3 this is وهكذا. فيمكنني بالتأكيد أن أذهب أن أقوم بهذه العملية من خلال هذا، أن أقوم بالنقر على change word مثلا، وأكتب هنا 1، ثم أذهب J للأسفل وأقوم أيضا بالتغيير change word مثلا، أنا أكتب 2 وهكذا. لكن هذه طريقة جدا بطيئة. الطريقة الأسرع لهذا الموضوع هي كالتالي، سأقوم بتحديد هذه الزيرة كلها، فسأقوم بنقر على Ctrl V وثم J للانتقال للأسفل لتحديد كل هذه الزيروز، ثم سأقوم بأن نقر على زر G طبعا Small G، وثم سأقوم بكتابة أو النقر على Ctrl A. فإذا لاحظوا تم زيادتها يعني بثواني. طبعا بالتأكيد حفظ هذه المفاتيح، يعني أن نقوم بالنقر على Ctrl V للذهاب إلى البلوك Visual Mode، وثم نقوم بكتابة G وثم Ctrl A. علينا أن نحفظ هذه الأشياء، بالممارسة يتم حفظها، لكن مجرد أن تقوم بحفظها يمكنك فورا أن تقوم بتنفيذها، وهذا يسرع العمل. الشيء الأخير الذي أريد أن أقوم به، سأذهب لبداية هذا السطر بكتابة هات، يعني Shift ورقم 6 يعني هات، و
الآن أريد أن أقوم بتعليق أو commenting كل هذه الأسطر، كل هذه lines. فماذا يعني commenting؟ يعني أن أجعلها تعليق حسب لغة البرمجة التي أكتب بها. فبعض لغات البرمجة يكون التعليق هكذا، بعضها يكون هكذا. فأنا أريد أن أعلقها مثلا ب two slash، ولكن لا أريد تعليق فقط هذا السطر، أريد تعليق السطر الذي يليه. فيمكنني مثلا هنا أن أقوم بالنقر على النقطة dot بفيم، وفيم أمر النقطة يكرر آخر أمر تم تنفيذه. فيمكن القيام بذلك بكل سهولة، لكن مرة أخرى نريد أن نسرع العملية، نريد أن نقوم بcommenting all these lines، كل هذه الأسطر في مرة، أو تعليق كل هذه الأسطر مرة واحدة. أيضا سنذهب إلى الفيجوال بلوك، فيجوال مود، سنكتب Ctrl V وثم J بهذا الشكل، وثم سنقوم بالنقر على كابيتال اي. كابيتال اي تدخل للانسيرت مود باول السطر، فشيفت اي لكابيتال اي، وثم سادخل هذه السلاش هنا. ادخلت السلاش يعني تعلقت اول سطر، سأقوم بالنقر على اسكيب. لاحظوا الان ما الذي سيحدث، فإذا تم تعليق كل هذه الأسطر. إذا أردت حذف هذا التعليق مرة أخرى، أدخل للفيجوال بلوك مود وأقوم بتحديد هذه الإشارات بهذا الشكل، طبعا أنا فقط أريد هذا، وأريد مسحها، فسأقوم بالنقر على 2x لمسح 2 characters، فإذا 2x، فإذا تم إلغاء التعليق بهذا الشكل. سأحاول تكرار هذه المواضيع مرة أخرى بتشغيل البرنامج الذي نرى فيه المفاتيح التي أقوم أنا بالنقر عليها. فإذا هذا كله لهذا الفيديو، ونلتقي لاحقا.